لأي شكوى أو اقتراح الرقم الساخن 71-106-111. من ميتم بجبيل إلى ماسح أحذية ومتشرد بشوارع بيروت لقائد الأوركسترا الملكية البريطانية الفيلهارمونية، هيك يمكن اختصار رحلة حياة السير فارتان ميلكونيان. هو اللي أصبح اليوم واحد من أبرز المؤلفين الموسيقيين بالعالم وسفير للأمم المتحدة لمعالجة القضايا المرتبطة بأطفال الشوارع والأيتام المتشردين. Are we really ready to give a token of light to a child to illuminate his or her path towards a bright future? رحلة ميلكونيان مع الحياة فيها كثير من المحطات المفصلية والتغيرات. ابن لاجئ ولاجئة أرمنية، ولكن عن عمر الأربع سنوات تم وضعه بميتم عش العصافير، حيث تعلم القراءة والكتابة، وبهالغرفة تحديدا تعلم لأول مرة كتابة اسمه. This is my room. Yes. This one, because there are two classes, one there and one there. And I remember here where I learned my first letter, V, how to write my name on a black stay with a nail, scratch it. And I used to write V, Vartan, Kachun Vartan, Namigonian. I used to write, this is where I learned my first letter of writing my name in this sad but beautiful. ميلكونيان خرج من الميتم إلى شوارع بيروت، وبعد رحلة مع التشرد والنوم بالشوارع هجر إلى بريطانيا بالعام 1972، وبدأ بالعزف بالشوارع والملاهي الليلية ليحمل معه فيما بعد إلى وحدة من أهم فرق الأوركسترا بلندن، عبق الشرق وغموضه. السور ميلكونيان لم ينسى جذوره وأسس جمعية فارتان ميلكونيان لنصرة الأيتام بكل العالم وخاصة بلبنان. بشهر آذار الماضي كرم ميلكونيان مع شخصيات أرمنية عالمية أخرى بحفل ضخم أقيم بنيويورك لتكريم الناس يلي حولوا المصاعب والمآسي بحياتهم إلى مبادرات نجاح، وشارك بالتكريم شخصيات عالمية من أمثال جورج كلوني وزوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين. ميلكونيان اليوم قبل ولدين، وكان من المقرر أنه يقوم بشهر شباط الفائت هو وبنته فيرونيكا برحلة 1000 كيلومتر سيرا على الأقدام من مدينة فان التركية إلى دار الأيتام يلي ترعرع فيه بجبال، إلا وأن الأوضاع الأمنية بالمنطقة حالت دون ذلك. ميلكونيان قصة نجاح ولدت من رحم الفقر والجوع لتوصل إلى العالمية. المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا السير فارتان ميلكونيان، مساء الخير. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا فيك ببيروت. شكرا. أهلا أهلا يا زبين. أهلا. وين راح تكون سير فارتان ميلكونيان ب 24 نيسان، يعني بعد 3-4 أيام؟ 24 في أبريل راح أكون بالنيويورك، في عنا مشروع كتير مشان الأرمن، يعني الـ 100th anniversary. راح أكون بالنيويورك مع نيويورك فيلهارمونيك أوركسترا. راح تكون عم تعزف حفلة خاصة في عدة أشخاص مهمين بالعالم كله جايين يحضروا أشياء عن الأرمن. معلش أنا تعرف ما بقدر أحكي عربي بطلاقة، يمكن أكثر بالإنجليزي تقريبا. تعرف مينك هاينغ هايرين خوسين كتشم، مع العربي تعرف. So therefore it is a very important event for not only for you and for me for but the whole world. كنت بتفضل تكون ببيروت يا ريت او بيريفان مثلا؟ ببيروت. صحيح يريفان هو الاصل الارمن، هو بس انا ولدان هي، وبدي اقول مثلا thank you Lebanon، شكرا يا لبنان. They took يعني بي كان يتيم واجا من الحرب الارمن، اجا على لبنان وصار بلده هون، وانا
بدي اقول ثانك يو على لبنان. وحلمي انه روح على كاسينو دي ديبون واخذ الرويال فيلهارمونيك اوركسترا، الاوركسترا تافيردي، جيبهم هون واعزف مع السيمفونيه الجديده، يعني جيبهم يعني ككادو، كهديه جايبه من برا. أنا تربيت مثلا بالميتم الأرمن بجبيل، هذه ما بتتروح من عندي أبدا. تعرف لبنان كمان تجرح كتير بالحروب، وهيدا تغير الحمد لله صار أحسن، بس الجروح بعض موجود بالابتسامات بالرجال بالتاكسيات، الجروح بتلاقيهم كل المحلات. ومني كمان لما تشوفني في جرح غميق كتير، هذا ما تتغير لو ما صار في عيا. رحت تعشيت مع الكوين اوف بريتن، هير ماجستي ذا كوين، الجرح هذا ما بيتغير، ما بيتغير، ما فيك تنسى، ما فيك تتخطى. لا ما بتغير، ما بنسى، بس يو جرو، كيف تكبر تكبر. قصتك سير فارتان ملكونيان، من يتيم بجبال الى متشرد وماسح احذيه ببيروت الى قائد الاوركسترا الملكيه بلندن. لقلك شيء، مثلا قبل شهرين كان الهيدلاين في التايمز اوف تايمز اوف انجلاند، لان بالصيف كنا عم نعمل كنت مع in the presence of Her Majesty, the Queen of England, we had an event, a polo match, and I was doing the Royal Philharmonic Orchestra. And a press, a journalist came and asked me, he said, Mr. Melkonyan, how is it possible that you have come from the streets of Beirut without having any musical training and come to conduct one of our most noble orchestra? How is it possible? And what I answered to him, it was the headline. And I said, because that's what I said, if you really want to know the answer to that, you should stay with me for the next 40 years. Because obviously, life doesn't evolve overnight. People may believe in miracles, but it's a hard, tough world. No. And you have to progress. من طرقات بيروت لنوصل على المابل ستريتس اوف يونايتد كينجدوم مع الملوك، اتس امبوسيبل تو دو ات اوفر نايت. نعم، قبل بمره للتايمز حطت عنوان عنك، كتبت انا ولدت في عمر 26، اي واز بورن 26. مضبوط، ذاتس ا كوت ذاتس بين ريبيتد، انا اي واز بورن ات ذا ايج اوف 26. بس شو معناتها هيدا؟ انه هون بلبنان عشت لعمري كان 25 26، تعلمت الحياة بالشعور بالhospitality of the Middle East and everything، كل شيء اللي في طبيعي طبيعة الإنسان تعلمته هون. بس لما رحت هونيك تعلمت غير شيء، how الدنيا بتشتغل، the world the machines، how the cogs of machines بيشتغل المكنة. صرت هونيك مكنة، صرت perfect machine بس ما في روح. تعلمت هذيك الأشياء من هونيك، بس لما برجع هون على بيروت دائما بسمع ايه يا محمد يا عبد الله يا that's life. بتحط ايدك على فقرك اصحاب وتضحك معهم وتمشي بلندن، ما في هيك؟ In London, good afternoon, sir. How do you do today? Oh, wonderful. Shall we have a spot of lunch? And that's about it. بحب اعرف قصتك، يعني فارتان ملكونيان كان يتيم بجبال، صار متشرد ببيروت، راح على لندن بعمر العشرين ليبدا حياه جديده وتحدي جديد. رحت تقريبا بال 75 او 76 او 75 يعني مع بدايه الحرب اللبنانيه، ورحت كمغامره او رحت عارف لوين رايح؟ مغامرة.
in the black hole. ما بعرف كان عندي شيء ابدا. انا كنت مفتكر انه انا صحيح عظيم هون كبير انسان بشتغل بالكازينو دو ليبون وبطلع على التلفزيون كانال 9 وكانال. انت كنت تعزف هون يعني اخر مرحله من حياتك بلبنان، انت وعمرك 18 لل 20 كنت تعزف بالكازينو بالفرق اللي بتعزف باللاونج او مزبوط. او بمحل. طيب خليني ارجع شوي كمان لورا، انت من مواليد اي سنه؟ ما بعرف لان ما عندي انا شو بيرث سيرتيفيكيت. ما عندك تذكره؟ لا عندي تذكره هلا معموله. بس الديت اوف بيرث لان انا خلقان بالسينت فارتن. سانت فارتن العشانات بيسموني فارتن لان عشت بالكنيسه او بمستشفى كانت؟ ما بعرف لكن عمري تقريبا 3 و4 سنين بعثوني على الميتم. طيب خلينا نحكي عن اهلك، شو بتعرف عن اهلك امك وبيك؟ بعرف انه بيي كان عمره 6 سنين لما اهله اخذوه واختفوا. هذا بيخبر الدنماركيه بيخبروني لان كتبوا الاسم قصه حياته. وهو ما بيتذكر حياه اهله يعني جدي. عاش بالكارنتينا مصلح كان في هناك مخيمات الارمان وعايش هناك وتعرف على امي لان هي كمان كان ريفيوجي. نعم كمان لاجئه من ارمينيا. تعرفوا بعضه وتزوجوا ونحن وصلنا بالكارنتينا مصلح. بعدين امي ماتت لان كان في مرض ما بعرف شو صار فيها، ما بتذكرها ابدا. انا ما عندي ذكرى من الاشياء ابدا لان لما كنت صغير مثل ما قلت 3 و4 سنين كان عمري. يعني بس خلينا نحط الصوره، انت ابن عائله لاجئه، عائله ارمنيه لاجئه بمخيم على الكارنتينا قبل ما تنبنى هيدي المنطقه بعدين بالستينات. امك ماتت بمرض وقتها ضرب المخيم الارمني، ووالدك اخذك على ميتم او والدك كمان توفى؟ لا الكنيس الارمن الكوميونتي ارمن بعثوا لي بفتكر هذا بسمع مكتوب بالميتم. نعم. كيف بعثوا لي هاي هي السنه؟ لان انا بعد السنه بعرفها اللي فيها مكتوبي بابتيزم سيرتيفيكت. شو معناتها؟ يعني العمادة عم بدوني بالميتم. اي سنة؟ 55. هيدي بس التاريخ بعرفها، قبل ما في عندي يعني ما انا كنت موجود. يعني انت ولدت مرتين، مرة بال 1955 لما عمدت ومرة لما صار عمرك 26 سنة بلندن. بالضبط، هيدي حلو هيدي. طيب يعني ايه اول شيء بتتذكره من طفولتك او اول شيء موثق بنعرفه هو ورقه العماده؟ هيدي هي، بس هيدي الورقه الرسميه انه بيقولون انا موجود في الدنيا. نعم. قبل ما في شيء. وهيدي بميتم عش العصافير الارمني بجبال. نعم، هيدي موجود كل الاوراق هونيك وبعرف انه كان ذكرياتي بلش بالميتم الارمن، هذا ذكرياتي. شو بتتذكر اول ذكرى من الميتم؟ اول ذكرى بتذكر هو ماريا جاكوبسون. كنت حدي هيك بطريقه ذاتس هيدي اللي بتذكرها. لان تعرف ان الطفل بدك حضن خصوصا مراه كمان. It was so warm, so soft. And this is the first memory that will never ever go away from my thoughts. بتعرف لما قبل ما اطلع على المسرح مثلا وبدي اعمل conducting بكون قاعد ورا عم بدرس السكور الموسيقى بدي اطلع على المسرح كله واقفين عم بيدازوا بعدين كله بيسكتوا بالمره سكتوا وانا بطلع توك 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 على المسرح تزقيف. هيدي هلا هديك الورقه الثاني جرح بطريقه ما بتتخيل. وكل يوم كل مره لان بعرف انه ماريا مش هونيك تشوفها. بس تسمعني قط
My daughter says, she said, I don't know anything about my grandparents. I want to know. And it's her right. As a human, she has a right. I am, as you know, I am an honorary humanitarian ambassador to the United Nations in Geneva, and I care very much about human rights everywhere, regardless of race, religion, whatever they are. Human rights, it is important that we as individuals have rights. We have moved on. We are 21st century. Sir Vartam Melkonyan, we have to switch back to Arabic. رح رجعك على جبال من ذكرياتك كمان اللي ما بتنساها بجبال ويمكن هيدا جرح باقي يعني انت حكيتنا عن شيء دافئ بس رح احكي عن اول جرح بجبال اللي هو اول نهار جيت على الميتم شو بتتذكر من هالنهار؟ ما بتذكر شيء ابدا طيب رح ساعدك اوسانا شو بيعني لك هالاسم؟ اوسانا اوسانا شي واز ا وومن شي واز لوكت افتر منين بتعرف شو منين عرفت انت عم رفا في عنا كان مرأة اسمها اوسانا بالمدرسه كنت لا خليني هيك نفتح معك ذكريات بما انه هلا الارمن عم بيعيشوا الذكريات طفل جيت على الميتم قالوا لك طلعوا فيك شلحوك ثيابك طلعوا فيك زينوك هيدي بتذكر هيدي this is what happened the first actual thing I remember after Maria Jacobson has huddled me حضنتني هيك وصلنا اخذتني وشفنا محل جوا كان في نار في نار شلحت ثيابي كله وقعد واقف هذا واخذت الثياب انه يمكن ما يكون مراد او شيء او حشرات او امراض اذا بدك فيك تكفي بالانجليزي او فيك تكفي بالارمني مثل ما بدك So she took all my clothes and with a stick pushed them in the fire and the moment the fire caught my clothes caught fire that was a pain again that I could never describe how it is. It's unlike any other pain because that was the first time I felt a deep separation from my natural mother because there was a memories of almost like a dream that my mother sitting on the oil lamp and sewing my clothes. Although I don't remember, but that vision was in there, so that must have happened, and I must have remembered my mother, because the clothes were, in fact, sewn up. So that was the first pain that I've experienced that I can never, ever experience it again, once in a lifetime, and a kind that you cannot ever describe. And when you saw the clothes that you think your mother has sewed them to you, are burning. Yes. And then Osana looked at you and she said, you're number 103 and you're 4 years old. He's doing his research. That's quite right. Absolutely. My number was 103 and she actually measured me, my height, and said, you are now at the age of 4 or 5. It's written in the orphanage's book. But those are the moments that you just, great, you, it is impossible. You mustn't do this in public to me like that. And Lola? What's left of this 103 boy? Sorry? What's left of this 103 boy? Nothing left of it. It just grew. It's like a seed that that Maria Jacobson put in on the earth, and she watered it and planted it, and it moved and grew up. But sadly, she didn't see the flower, but the seed's still there. Yani Badu, there's nothing changed of that little boy. And I hope and pray that I will never change, that I will always come back as I do. I go to the orphanage every year, once or twice a year. I travel there and I have a little room and I stay with the children. I never will want to change that little boy. Otherwise, if you disown Aslak, you disown your heritage and what you are, then you have nothing. You are nothing. When you are in the wilderness, in the foreign world, and
meeting foreigners in different languages, wearing different clothes, adhering to different traditions. If you don't stand in this front of this tsunami of foreigners and say, "Ana asli Lebanani," you will not be nothing. You must adhere and remember your roots. Talking about roots, نحن عم نحكي عن الجذور. بتحس حالك أرمني أو لبناني أو بريطاني أو سفير للأمم المتحدة اليوم؟ I've always said in technical terms that I'm Armenian, born in Lebanon, and international. I'm an international man, but روحي هون. And Armeni, Lebanese, I cannot separate that. Armeni, of course, لأنه لغتي أصلي أرمني وتربيت كان صغير كان أرمني كله عندي شعوري ولغتي كله كان أرمن بعدين لما رحت اشتغلت على الشوارع بيروت صرت عربي تعلمت عربي بس اللي نسيته كمان نحن الأرمن تعرف كثير أرمني تحكي أرمني لبناني عربي كثير منيح. السؤال الأخير سير فارتام ميلكونيان، برأيك كيف أنت وكل الأرمن اليوم بالعالم فيهم يكونوا أرمن أفضل، وشو هي الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب الأرمن بلبنان وبكل العالم؟ معلش أقولها بالإنجليزي هذا الجواب. Forgive me. All scriptures describe of angels coming out of blackness of heaven delivering good news to all mankind. That was in the past. But I would hope and pray that that message, whatever beliefs people have for it, it's related to us today also. So it is important that we look at people not in their bad deeds, but look at them in the best deeds as possible, so that we remember what our ancestors have gone through, but see of the good side of it. That's the only way you can move forward with optimism and opposite and positive attitude to find the good things in people, not only the bad things. It's easy to remember to say bad stuff. So that was my message. That would be my message. Asan parinerunna etik martots inch parien. Watch the inchkeshen. آخر رسالة بتحب توجهها للأرمن هايرنوف بيرتشين خوسكت هايرون إنشكسك. باريجتك. شارتيو مينك. هاي شارتشي هيتش. يرفك. مك مش بارينك. برتام ملكونيان. Thank you. شكرا لك. بعد الفاصل، كل ما يجب أن تعرفوه عن الأرمن في توب 5 الأرمن. لأي شكوى أو اقتراح الرقم الساخن 71-106-111.